هحل معاكم دلوقتي واجب جراف. أول سؤال نمبر 12 بيقول ذا سيمتريك بوينت اوف فانكشن اف اوف اكس ايكوال 1 اوفر اكس بلس 2. هنا السيمتريك بوينت هو قصده الفيرتكس بتاع الكيرف. فيرتكس نجيبه ازاي؟ 1 اوفر اكس دي انت هتبقى بزيرو او الاكس بزيرو. طب الواي بكام؟ ب2. تمام؟ أول سؤال احنا عارفين ازاي بنجيب الفيرتكس بتاع الفانكشن، نقول ان الاس بالاكس امتى هتبقى بزيرو، ولو في حاجه جنب الاف اوف اكس دي بتبقى الواي. يا شباب تاني سؤال بيقول ان الاف اوف اكس ايكوال 1 اوفر اكس ماينس 5. 1 اوفر اكس ماينس 5 الاكس دي هتبقى كل فانكشن دي تبقى امتى بزيرو؟ لما يكون الاكس ب 5. سوري لما يكون ال x ب 5. طب في حاجة جنب الفانكشن؟ مفيش أي حاجة جنب الفانكشن، تبقى ال y ب 0، يبقى البوينت 5 ب 0. يا شباب طب هنا ده هيبقى ب 0 امتى؟ لما ال x تكون ب 3. نقول ان ال x ماينس 3 امتى هتبقى ب 0؟ يبقى x ايكوال 3. وهنا الفانكشن بلس 4 يبقى الواي ايكوال 4، يبقى البوينت 3 و4. نيجي لنمبر 15. نمبر 15 بيقول ان الاف اوف اكس ايكوال اكس بلس 1 over x. دي ممكن نعملها simplify قبل ما نشتغل، نقول ان x over x يعني نقسم الفراكشن، x تروح مع ال 1 مره وال x تروح مع ال x مره، plus 1 over x يبقى equal 1 over x plus 1. تمام؟ بقت شبه اللي فوق، يبقى ال a point 0 و1. يا شباب هنا بيقول if is a function where f of x equal 1 over x. بيقول ان f of x equal 1 over x then the symmetric point of the function لو g of x equal f x plus 1، يعني g of x equal 1 x plus 1، يبقى السيمتريك بوينت negative 1 و 0. هي نمبر سي. تمام يا شباب احنا عارفين ازاي بنجيب الفيرتكس بتاع الكيرف من الفانكشن. تمام نمبر 17 بيقول لو الاف اوف اكس ايكوال اف اوف اكس ايكوال اي اكس ماينس بي تمام بلس سي، ومدينا السيمتريك بوينت اللي هي 3 و3. تمام احنا عارفين ان الاكس دي الرقم اللي بيبقى جنب الاكس، بحيث ان الاكس اللي تحت دي كلها تبقى بزيرو، يبقى البي ايكوال 3. تمام وعارفين ان الواي هي الرقم اللي بيبقى جنب الفانكشن ببلس او ماينس، تبقى السي ب 3 برضه. هو عايز ان الاي بي باور بي بلس سي اللي هي اي باور 3 بلس 3 اللي هي اي باور 6. تمام يا شباب بيقول the vertex of the curve of f of x ال f of x equal absolute x plus 3. يا شباب نكمل يا شباب بين ان f of x equal absolute x plus 3 minus 2. احنا عارفين ان الvertex بنجيبه امتى ده هيبقى ب 0؟ نقول x plus 3 equal 0، يبقى ال x equal negative 3، وال y اللي هي الرقم اللي جنب ال f of x
اللي هو نيجاتيف 2 تمام، يبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 يا شباب. نيجي نمبر 19 بتقول ال f of x equal absolute x minus 2، يبقى symmetric about straight line اللي هو اللي احنا عارفين ان البوينت بتاعتها x minus 2 sorry x minus 2 equal 0، انت ده يبقى 0 يبقى x equal 2 يبقى البوينت 2 0، يبقى symmetric على x axis لما تكون x equal 2 تمام يا شباب. The axis of symmetry of the function f of x equal x square minus 1 تمام، minus 1 دي مش تبع x square تمام، فالبوينت بتاعت السيمتري هتبقى 0 ونيجاتيف 1 تمام يا شباب. فهو عايز ان the straight line is لما تكون x x تبقى تبع ال x لما بنجيب ال axis of symmetry of the function in the straight line بيبقى ال x axis يبقى x equal 0 تمام يا شباب. f of x equal 1 over absolute x تمام يا شباب. then the equation of the axis of symmetry of the curve of the function f is احنا عارفين البوينت بتاعت البوينت of symmetry بيبقى 0 0، يبقى لما x عند ال x equal 0 ال equation of axis of symmetry تبقى دايما مع x. هنا بيقول نمبر 22 f of x equal f of x equal x minus 1 power 2 plus 2. احنا عارفين ال axis of symmetry البوينت 1 و 2 نقدر سوري 1 و 2 نقدر نرسم الرسمه من دي عشان نعرف ان decreasing هو الصح اللي احنا لازم نرسم عشان نعرف ان هو decreasing على ايه increasing على ايه، يعني decreasing interval من كام وكام وديكريزنج من كام وكام. فهنا البوينت 1 و 2 1 هنا وهنا 2 ثواني عشان بس دي دوشه بس ثواني. سوري يا شباب، هنا الرسم x minus 1 يعني shift right plus 2 يعني هتطلع فوق يبقى عند النقطة دي، ده الـ vertex of symmetry تمام. ادي الرسمة اهي تمام، هي increasing منين؟ increasing من ال 1 لل infinity، هي طبعا increasing لو قال decreasing يبقى من negative infinity لحد ال 1 تمام، يبقى النقطة دي 1 و 2 increasing من ال 1 لحد ال infinity تمام يا شباب. هي بتبقى باينة من الرسمة هي increasing ازاي و decreasing ازاي. وانت 3 بتقول f of x equal 2x minus 1 و x minus 1. هنا قبل ما نشتغل عايزين نعمل simplified function دي الكيس، يعني نخليها بشكل ابسط بحيث ان احنا نعرف نرسمها عشان نعرف هي decreasing on interval ايه تمام. هنا لو عملنا plus 2 minus 2 وخدنا ال 2x مع الـ minus 2 قلنا 2x minus 2 over x minus 1 plus 1 over x
ماينس 1 عملنا دول بلس يطلع 1 1 اوفر اكس ماينس 1 هنا لو خدنا التو كومن فاكتور هيبقى اكس ماينس 1 وهنا هنخليها زي ما هي 1 اوفر اكس 1 اوفر اكس ماينس 1 هنا هتبقى الاكس ماينس 1 مع اكس ماينس 1 يبقى 1 اوفر اكس ماينس 1 بلس 2 يبقى اف اوف اكس 1 اوفر اكس ماينس 1 اوفر اكس ماينس 1 بلس 2 هنا الفيرتكس بتاع الكيرف ده 1 و 2 يا شباب فهنا الرسمة ال 1 اوفر اكس احنا عارفين يعني بنجيبها ازاي ادي اكس اكسس وادي الواي اكسس هنا عند ال 1 هنا عند ال 2 ونعمل اكسس في سيمتري تاني كده هنا الاف اوف اكس بوزيتيف يبقى هنا الفيرست والسير سوري هنا بس معوقة شوية الرسمة اهي اهي بنجيب الفيرتكس وبنعمل من عنده كده اكسس وهمية وبنرسم رسمة ال 1 اوفر اكس بحيث ان هي ما تلمس الاكس اكسس ولا بتلمس الواي اكسس تمام يا شباب هنا بقى بيقول ان ديكريزنج اون ايه من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 1 تمام ومن ومن الانفينيتي من 1 لحد الانفينيتي تمام يا شباب من الرسمه هو ديكريزنج اهي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 1 تمام لحد ال 1 اهو دي كانت هنا كانت 1 ومن 1 لحد الانفينيتي هنا بيقول ان الاف اوف اكس ايكوال ابسوليوت اكس بلس 2 ماينس 2 هنا هنجيب الفيرتكس هنا لما نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نرسم الاكس اكسس والواي اكسس هنا نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 هنا الرسمة بوزيتيف يبقى رسمة الابسوليوت اكس بلس 2 هي طبعا انا يعني البورد اللي بكتب عليها مش مخليها رسمة هي المفروض ستريت لاين وستريت لاين وقاطع عند نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 تمام يا شباب هو هنا بيقول عايز الاريا بتوين ذا كيرف عايز الـ area between the curve of f of x والـ x axis يعني عايز الحتة دي احنا عارفين هنا عامل 2 point ده الـ height وهنا 2 point برضه يعني يا شباب يبقى الـ area اهو 2 4 هنا برضه 2 يبقى الاريا اوف 4 يا شباب هي بس الرسمه يعني معوقه شويه معلش يعني عشان بس البورد مش مساعداني احنا عارفين اللي هو البوينت هنا مشي 2 بوينت نزل 2 بوينت وهنا نفس الكلام مشي 2 بوينت فهنا خلاص بقت تراينجل المفروض تراينجل معانا البيز البيز اللي هو 2 بوينت والاسفل البيز اللي هو 4 بوينت والهايت اللي هو 2 بوينت يبقى الاريا هاف بيز باي هايت اللي هي هاف البيز اللي احنا قلنا 4 الهايت اللي هو 2 2 هايت مع الهاف يبقى ده يا شباب هنا بقى نيجي للرينج هنا الـ f of x equal 1 over x سوري 1 over absolute x احنا عارفين الـ absolute لو دخل من negative لا بيطلع لـ 0 ولا بوزيتيف
يعني انا بنقول لو دخلوا نيجاتيف هيطلعوا بوزيتيف. فاهم يا شباب؟ فهنا الرينج دايما دايما هيبقى بوزيتيف، يبقى من 0 لحد انفينيتي. تمام، بس طبعا الزيرو مش معانا عشان من تحت ما ينفعش يبقى بزيرو. فالرينج من 0 من 0 اوبن لانفينيتي اوبن. تمام يا شباب؟ دي بس الثانيه بس. نكمل يا شباب. هنا بيقول عايز الرينج اوف ذا رينج اوف ذا فانكشن اكس ماينس 3 هول سكوير بلس 4. هنا احنا ممكن نرسمها ونعرف الرينج. تمام، لو رسمناها نجيب الاول الفيرتكس ده امتى يبقى بزيرو؟ لما تكون الاكس ب 3 وهنا الواي ب 4. تمام، عند 3 و4، 3 اهي نقول مثلا هنا ال 4، بس طبعا هنا اهو الرسمه هتبقى. تمام، احنا عارفين ان اللي بنجيب الرينج من على الواي اكسس، هنا الرينج بيبقى من 4 لحد الانفينيتي. هنا ال f of x equal 3 minus 2 minus x whole square، برضه نفس الكلام هنرسم وتطلع ان الرينج من نيجاتيف انفينيتي لحد 3 كروس. جربوها كده، لو رسمنا احنا عارفين ان ال vertex هتبقى 2 و 3 وهنا مثلا 3. بس هنا خلي بالكم ان f of x بالنيجاتيف يعني هتبقى عكس الكيرف، مش هيبقى سمايل عكسه. فهنا رسمة من نيجاتيف انفينيتي لحد الصفر، رينج من نيجاتيف انفينيتي لحد الصفر. احنا بنبص على الواي اكسس دي شوية. تمام، طب لو الرسمة مثلا لو الايكويشن مش هنعرف يعني لو يعني الايكويشن بالشكل ده كده، لو f of x equal 2x square minus 2x x over x minus 1. تمام، احنا ممكن نقول حاجه، نجيب الدومين، الدومين هنا هيبقى r x يكتر 1. تمام، ونعوض بال 1 بس بعد ما نعمل سمبليفاي اللي هي تبقى 2x هنا x minus 1 x minus 1 يبقى 2x، نعوض بال 1 هتبقى ب 2، عوضنا بال 1 هتبقى ب 2. بنقول الرينج ار اكسبت الرقم اللي تم. تمام، ممكن نعمل بالطريقه دي او الطريقه اللي احنا نرسم ونجيب من الرينج من الجراف. فالطريقه اللي تريحكم اشتغلوا بيها الاثنين صح. بس طبعا في فانكشن انتم يعني بالمنظر ده كده استحاله تعرف ترسمه، استحاله. فتجيبوا الدومين وبعد كده تعملوا سمبليفاي وتعوضوا بال يعني مثلا دومين ار اكسبت 1، فبعد ما تعملوا سمبليفاي تعوضوا بال 1 وتشوفوا الار هتطلع بكام، الاف اوف اكس هتطلع بكام، وده اللي هو الرينج بتقول ار اكسبت الرقم ده. تمام يا شباب، هنا نفس الكلام، الدومين هنا ار اكسبت ال 1، عوضنا بال 1 هنا مش محتاجه سمبليفاي، لو عوضنا بال 1 يبقى 2، يبقى الدومين ار اكسبت 2. تمام يا شباب، ايه ما هترسموها طبعا هي الرسمه هتبقى يعني متلكعه شويه هنا عشان هنا في 3، فدايما اعملوا بالطريقه بتاعت الدومين وشوف هتبقى ار اكسبت كام و تعوضه بالرقم اللي هو ما ينفعش في الدومين، وهو ده اللي هيبقى الرينج طبعا. بس برضه هتبقى ار اكسبت الرقم بعد ما تعوض يعني بالرقم اللي ممنوع في الدومين، تجيب الرينج وتقول ار اكسبت الرقم اللي طلع معاك بعد ما عوضت بالرقم بتاع الدومين. تمام، الاف اوف اكس ابسوليوت اكس ماينس 2، احنا عارفين ان الرقم ده هيطلع على زيرو ده بوزيتيف. ده يا شباب، فين الرينج؟
هيبقى من 0 لانفينيتي. ليه؟ عشان هنا دايما هيبقى بوزيتيف تمام، وهنا بولينوميال فانكشن عليها فالزيرو تنفع معانا فطبعا هتبقى 0 لانفينيتي. تمام يا شباب؟ نكمل يا شباب. هنا بين ال f of x 2 minus absolute 3 minus 2x، نجيب ال vertex هنقول ان 3 minus 2x equal 0، يطلع لنا ان ال x equal 3 over 2 وال y اللي هي 2، يبقى ال vertex 3 over 2 و2. وخلي بالكم ان هنا ال f of x بالنيجاتيف الرسمه هتبقى معكوسه، فنعمل نمبر لاين هنا x 3 over 2 وهنا y ب2 ستريت لاين كده، 2 ستريت لاين تمام. فهنا الرينج من ال y axis احنا عارفين بنجيب الرينج من ال y axis هتبقى من النيجاتيف انفينيتي، يعني بص من لحد 2، يعني كل ما هنا قاطع رسمه قاطع رسمه قاطع رسمه قاطع رسمه، كل فاليو في الواي هنا قاطع رسمه، يبقى الرينج يبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد 2 كلوز. طب نمبر 32 الرينج هو هنا ان الاف اوف اكس ايكوال نيجاتيف ابسوليوت اكس باور 3، مهما كانت الفاليو اللي جوه الابسوليوت بوزيتيف نيجاتيف فالاجابه اللي هيطلع من تحت الابسوليوت مع نيجاتيف ده هيبقى دايما نيجاتيف. تمام يا شباب؟ فهو دايما نيجاتيف، نيجاتيف 1 مثلا هتطلع من تحت الابسوليوت 1، وفي نيجاتيف بره يبقى نيجاتيف ابسوليوت اكس سكوير. فالدومين فالرينج هيبقى هنا من الرسمه، الرسمه هتبقى معكوسه، فالرينج هيبقى هنا من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو تمام، عشان دايما دايما هتبقى نيجاتيف ايا كان اللي طالع من تحت الابسوليوت، فهياخد النيجاتيف اللي بره فيبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو تمام. نمبر 33 x مضروبه في ابسوليوت x، احنا عارفين ان الاكس هتطلع مره بنيجاتيف x وهتطلع مره يعني نعملها ديفاين نيجاتيف x و x تمام يا شباب. فهنا f of x هتكون x باور 2 نيجاتيف بوزيتيف، فالرينج دايما هيبقى اه تمام يا شباب. طب هنا الرينج في f of x ايكوال ابسوليوت x over x تمام، احنا عارفين الابسوليوت هتطلع مره نيجاتيف x مره x، ده ما نعمل لها ديفاين مش حاجه. فلو نيجاتيف x فيبقى نيجاتيف x over x equal نيجاتيف 1. طب لو x x over x فهنا الرينج هيكون الست 1 ونيجاتيف. شباب كمل يا شباب، هنا بيقول في البيس وايز فانكشن بيقول ان عندنا نيجاتيف 1 اوفر اكس الدومين بتاعها نقدر نعوض من الارقام اللي تحت النيجاتيف 1. طب الابسوليوت اكس
من نيجاتيف 1 لحد ال 1 والاثنين معانا نيجاتيف 1 و 1 معانا. طب ال 1 اوفر اكس نعوض منها اكس جريتر ذان 1. طب لو عوضنا بالارقام اللي نسمح نقدر يعني نقدر نعوض بيها، عوضنا مثلا بنيجاتيف 2 فهنا نيجاتيف 1 اوفر اكس بعد ما نعوض عليها بنيجاتيف 2 تطلع اهو. تمام يا شباب، 1 اوفر نيجاتيف 2 نيجاتيف راح مع نيجاتيف بيبقى اهو. طب الابسولوت اكس لو عوضنا عنها مثلا بزيرو، ابسولوت الزيرو بزيرو. طب لو عوضنا برقم جريتر ذان ال 1 مثلا قلنا ب 2 1 اوفر 2 اللي هي 1 اوفر 2. فدايما لو مثلا يعني عوضنا بنيجاتيف 3 مثلا، هنا نيجاتيف 1 اوفر اكس هتطلع نيجاتيف 1 اوفر 3. لو عوضنا مثلا ب 1 ابسوليوت ال 1 1، لو عوضنا بجريتر ذان ال 1 مثلا ب 3 او ب 4 او 1 اوفر 4 اللي هي 1 اوفر 4. فدايما هيطلع لنا ارقام من الانترفال من الزيرو للون، فيبقى الرينج بتاع الفانكشن بتاع الويس البيس وايز فانكشن دي من الانترفال زيرو الى 1. تمام يا شباب. نيجي هنا البيس وايز فانكشن الثانيه الاكس ماينس 1، لو عوضنا عليها برقم اقل من ال 1 مثلا زيرو يبقى هيطلع رقم نيجاتيف 1. عوضنا عنها بنيجاتيف 1 مثلا يعني هنا بنيجاتيف 2، دايما هيطلع لنا الرقم نيجاتيف. تمام. وهنا هنا الواي كونستنت الاف اوف اكس كونستنت الرسمه بتبقى يعني بتبقى عامله كده عند 3. تمام عند 3 كده، بس طبعا هنا جريتر ذان 1 فهيبقى الرسمه من هنا واوبي يعني الحته دي مش معانا. عند 3 وعند ال 1 واوبي الرسمه بتبقى عامله كده، فدايما الرينج بتاعها بيبقى 3. تمام. فهنا الرينج هيبقى طبعا عارفين ان كل الارقام النيجاتيف معانا بس الزيرو مش معانا، يبقى من نيجاتيف لحد الزيرو اوبن يونيون انكلودد ال 3 بتاعت الفانكشن. تمام يا شباب. هنا الرسمه f of x equal 1 over x minus 3 plus 1. لو جبنا الفيرتكس بتاع الكيرف هيطلع لنا 3 وفوق. لو رسمنا عندي 3 ادي 4 اهي كان ادي 4 يعني، وهنا 3 نعمل اكسس وهميه وهي بوستيف يعني عند الفيرست والسير. تمام. فهنا الكيرف مستحيل يقطع اللاين عند الاكس ايكوال 3 مستحيل. لو يعني لو قطع الكيرف ده عند الاكس ايكوال 3 ما تنفعش. ليه؟ عشان 3 ماينس 3 0 0 تحت ما ينفعش، فمستحيل يقطع الانترسكت ذا لاين، مستحيل يقطع الرسمه عند الاكس ايكوال 3. يا شباب مستحيل يعني. نيجي نمبر 38. 38 بتقول if ال y equal f of x is a real function then its image الصوره بتاعتها translation 3 unit vertically upward يعني اتحركت 3 بوينت كده upward الكيرف ده يعني ايا كان هو ال f of x ده كان ايه، يبقى g of x هيبقى x plus 3. لا سوري يا شباب سوري انا اسف. ادام هو قطع اتحرك 3 يونت فيرتيكلي يبقى اتحرك من تبع الواي مش تبع الاكس. سوري لو اتحرك هوريزونتلي يبقى تبع الاف اوف اكس، لو قال هنا هوريزونتلي يبقى الاف يعني اليونتس اللي اتحركها مع الاكس مش مع الواي. فهنا بيقول فيرتيكلي يبقى مع الواي يبقى f of x plus 3.
تمام. طب هنا f of x if the curve y f equal f of x represents a real function then its image by translation 5 units vertically downward تحرك 5 point downward يعني تحرك على y axis 5 point فتبقى f of x minus 5. طب هنا هو قال ان g of x equal x power 2 plus 4 is the same curve of the function of x يعني ال g of x equal x power 2 plus 4 هو نفس الكيرف لما ال f of x كانت ب x power 2. هنا الاختلاف ان الرسمه الكيرف ده اتحرك 4 بوينت upward يعني اتحرك على الدايركشن اوور من الاورجن لحد الواي اكس. ماشي يا شباب كده انا حليت معاكم الجزء بتاع الجراف تمام. اللي عنده اي مشكله يسال على الواتساب او يجي قبل حصته بدري نوضح له الدنيا اكتر يعني. شكرا. سلام.